مهمة جدا. طب خلينا بقى نخش على سموحه وطريقه سموحه. طبعا مباراه مهمه جدا، سيمي فاينل كاس مصر. شايف ان طبعا يعني سموحه، لسه كنت مع ضيوف الكبار كابتن حشيش وكابتن جمال، كنا بنتحدث عن وجود مدير فني تشيكي شتراكا، كان عنده تجربه مع النادي الاسماعيلي، عارف الكره المصريه شويه. شكل سموحه مع اشتراكا هيبقى عامل ازاي؟ هو يمكن اشتراكا بيحب دايما ان هو يلعب بطريقه 4-2-3-1. طبعا هو عنده غيابات كتير جدا، يعني هو مثلا عنده اسلام محارب مش موجود طبعا، انتقل لنادي الاهلي. نعم. عنده احمد حسن مكي مش موجود، مصاب صليبي، اسلام سري ربنا يشفيه طبعا، اسلام سري مش موجود كجناح، احمد تمساح مش موجود. فانت حضرتك لو بصيت في حته اللي تحت راس الحربه، ما عندوش حد غير يعني ما عندوش حد غير اللي هيلعب. ممكن يلعبها عمرو المنوفي، هيلعب كبلاي ميكر، ده في التشكيل المتوقع. لكن كجناحات مش موجود. طب هو هيتصرف ازاي؟ يعني التشكيل المتوقع بتاع سموحه طبعا بنهديه الكابتن حسام، اعتقد ان هو هيلعب 4-2-3-1، هي دي طريقه لعبه مع الاسماعيلي. هو بيحب يلعب الاثنين الديفندرين بتوعه عندهم قدرات دفاعيه عاليه. بيحب ان هو يختار مثلا زي مانجا ومحمود عبد العزيز، دول اللي هيلعبوا قدرات دفاعيه عاليه. ده ما بيديهمش مهام هجوميه، يعني نادر قوي لما تلاقي مثلا زيزو هيتقدم في المباراه دي، هيخليها وطبعا هيحدد مهام الظاهرين اللي هم هيبقوا رجب بكار وايمن اشرف. دي التشكيله بتاعه سموحه، قلبين الدفاع محمود عزت وياسر ابراهيم، ده التشكيل المتوقع. طب هيتصرف ازاي قدام بقى؟ يعني ممكن مش هيلعب بالسيد فريق اهو 4-2-3-1. لا الاساسي ياسر ابراهيم ومحمود عزت بالتاكيد. ما هو بس في حتى في اللقاء الاخير في الدوري السيد فريد هو اللي لعب. لا في الكاس. كان في ماتش الكاس محمود عزت رجع وكان جاب جون. محمود عزت خطوره سموحه كلها تكمن في هذا في الضربات الثابته. سموحه والاهلي اللي في الدوري، الاهلي كسب 4-2. كان ده هم لعبوا بعدها. لعبوا بعدها الكاس. كان ياسر ابراهيم ومحمود عزت. ده يمكن ده الاقرب. طبعا هو هيتصرف ان هو هيحط عمرو المنوفي قدام نبيل مانجا ومحمود عبد العزيز زي ما حضرتك قلت. لان عمرو المنوفي عنده حته اللي هو صالح جمعه وعبد الله السعيد، حته البلاي ميكر. هيلاعب لاعب احمد لالا. احمد لالا ده جناح هم جايبينه من بلديه المحله، جناح مهاري قوي وكان ملقب بديميريا. ده اعتقد ان هو هيتوقع عليه يعني هيعتمد عليه. هيلعب ناحيه الشمال كده، هو شبه ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي بالظبط. عنده حته المهاره وبيخش لجوه مثلا وبيطلع. فاحنا لازم ناخد حذرنا من احمد لالا لانه هيبقى مفاجاه بالنسبه لنا. هم مثلا بيقولوا ان هم ما عندهمش اجنحه، لا هم هيلعبوا مثلا احمد لالا، عندهم الناحيه الثانيه حسام حسن. ده فيرود بس هو قد يستخدمه جناح لان هو ما عندوش حته الجناح دي. تمام. واحمد رؤوف قدام طبعا كراس حربه. فالتشكيله بتاكد ان هم عندهم لعيبه خبرات، لعيبه كويسه جدا. هو حسام حسن كمان من اللعيبه الهدافين. احنا مش بص، رؤوف معروف وكان لاعب سابق في النادي الاهلي وخبرات كبيره جدا وهداف وعنده الحته الهجوميه يعني قويه. حسام حسن من اللعيبه الهدافين طبعا. يعني برضو في ناس كتير ما تركزش مع حسام حسن، بينزل بديل دايما بيخلص خطاف فعلا. خطاف وجسمه قوي قوي، محطه قويه كمان. كان في طلائع الجيش كان يعني بيقدم اداء كويس، وعشان كده فرقة سموحة جابته. هو كمان استراكة هيعتمد على ان هو الاثنين اللي هم الارتكاز يبقوا عندهم مهام دفاعية بحتة، مش هيقدم حتى الظاهرين رجب بكار وايمن اشرف، هيدي حرية لاحمد لالا وعمرو المنوفي وحسام حسن. دي طريقته حتى مع الاسماعيلي، كان بيدي حرية لمين؟ لابراهيم حسن وحسني عبد ربه. كان ابراهيم حسن هيبقى زي احمد لالا مثلا ناحية الشمال، نفس الفكر بالظبط. وعمرو المنوفي اللي هو اللاعب مش السريع زي حسني عبد ربه اللي هو بتاخد منه التمريرة والشوطة. هو مسدد. نفس الفكرة بالظبط، نفس الفكرة مع الاسماعيلي. يعني لو طبقناها مع سموحة اعتقد ان ده هيكون التشكيل الاقرب. ممكن يخش في لعيب تاني اسمه محمد محسن كجناح برضه جايبينه من الدرجه الثانيه، ولكن طبعا هو اكيد هيعتمد على الخبرات. انت بتلعب النادي الاهلي هيبقى في حذر. برضه هقول لك حاجه، يعني عمرو المنوفي ممكن وهم معاهم الكوره يبقى بالوضعيه دي. هو في العكس ينزل ما بين السرد باكين فعلا، مش ما بين الارتكازين. سوري اللي هو على الدايره ينزل يخش ما بينهم ويبقوا ثلاثه ارتكاز. ده مليون الميه يعني تتحول ل 4-3-2-1. وفي الحاله معاهم عمرو المنوفي بيتحول. يمكن دي حصلت في مباراه الكاس. خطورة سموحة برضو الضربات الثابتة. محمود عزت يعني محمود عزت مميز جدا بضربات الرأس. خاصة في الضربات الركنية لازم ناخد بالنا من الضربات الركنية من محمود عزت بالذات، لازم يتم فرض عليه الرقابة. لأن يعني انت عندك مشكلة دلوقتي في الدفاع، فلازم محمد نجيب ان شاء الله لما يرجع. يعني برضو مشكلة، يعني مش عايز اكرر مشكلة الدفاع، لان ما دام يعني رجوع نجيب وربيعة مبقاش فينا مشكله. انا بتكلم كمشكله. انا عارف ان احنا عندنا احسن ثلاثه مساكين في مصر، بدليل ان هيكتور كوبر اخدهم. يعني سعد سمير، حجازي مثلا لما كان اخدهم، ربيعه احسن ثلاثه. فانت بتتكلم كاحسن مساكين، وعوده نجيب طبعا يعني هتحل المشكله دي تماما. ولكن انا بتكلم ان احنا برضو محتاجين مساك، دي شيء مهم جدا. والجهاز فعلا والاداره بتدور على مدافع. ده اكيد طبيعي، انت لازم يكون عندك اربعه. لكن احنا قدامنا بنتكلم على مباراه سموحه، فالاقرب طبعا ربيعه ومحمد نجيب. اعتقد ان مش هيبقى في مشاكل، لان ربيعه ونجيب لعبوا مع بعض كتير في نهايه الدوري في المباراه. خبرات ما شاء الله طبعا. الرجاله اللي لازم نديله حقه، لان هو برضو لعيب مؤدب قوي
وقليل الظهور فعلا ما بيتكلمش راجل. كتير وشخصيته قويه ودايما موجود لما بتحتاجه موجود. وهيلعب عليهم مهاجم مش مهاري قوي، مهاجم اللي هو المحطه اللي هو احمد رؤوف. احمد رؤوف خطاف يعني مهاجم محطه، فطبعا ربيعه ونجيب يقدروا ان هم يسدوا معاه في الكرات العاليه كلها. رؤوف ليه هدف مع النادي الاهلي في الكونفدراليه طبعا ده في الدقيقه الاخيره ما حدش ينساه ده يعني هدف مهم جدا. كان له هدف برده في 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 الدوري امام بتروجيت كان حاسم في ان الدوري يروح للنادي الاهلي. بتروجيت دوري كابتن فتحي مبروك اللي هو بتاع رمضان صبحي وكريم بامبو. ايوه ده صح. فالفكره كمان ان احنا يعني لما نلعب سموحه ان شاء الله هم خطورتهم في الضربات الثابته، لازم تخلي بالك جدا من الضربات الثابته خاصه محمود عزه. النقطه الثانيه تخلي بالك من حريه الحركه اللي على الاطراف سواء من حسام حسن او من احمد لالا، تخلي بالك من تمريرات يعني عمرو المنوفي ده لو انت ضغطت عليه وعملت عليه الضغط عليه، لان هو لعيب مميز جدا بحيث الكره مش هتطلع غير من عمرو المنوفي. اكيد فدي يعني لازم يكون في ضغط عليه، نقطه مهمه جدا. لا بس برضو سريعا لان انا خلاص وقتي انتهى. النادي الاهلي هيلعب على بنفس طريقته الاستحواذ والمرور. هم هيخافوا مننا في المباراه دي يعني اكيد، وهياخدوا حذرهم، والنادي الاهلي هيلعب لعب الاستحواذ ده. اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يعني يعدي المرحله دي ومرحله الكاس ونحصل على الكاس باذن الله. احمد ثابت محل اداء بالنهايه، طبعا كان نفسي وقت يبقى اكبر من كده الصراحه، كنت مستمتع بالحوار معاك. اشكرك شكرا جزيلا، نشوفك ان شاء الله في لقاء. انا اسعد ونلتقي على خير ان شاء الله. ده كان آخر لقاء معنا النهاردة مشاهدينا. النهاردة كان عندنا فقرات كتير إن شاء الله تكون عجبتكم، حتى نلتقي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.